نقول لها فاش يبان لك شي واحد مسطر ماشي تبقى تضحك عليه كيضحكوا على المسطين هذا المجتمع ملي بان لك شي واحد مسطي زد دي حق ما عندناش اصلا المصالح هذوك فين غيداو الناس الامراض النفسيه مرض العقل انا كانسان مسطي وكنقولها كنهضر مليون ديال المسطين في المغرب كنقول الا بالك شي واحد مسطي يا اما ديه يداوى ولا عطيه الثقه ما بقاوش يضحكوا عليه المجتمع اللي كيسطي انا كنكون غادي في الطريق كنشوف شي حوايج بنادم معاه بعيد منه وحده ما عندها ما يتصفر لا الزين لا مشيه مقاده وخايفه منك علاش شكون غيعاونني انا غادي في الطريق وما مادي حتى واحد محايد ما كنلقاش مشكل مع البوليس البوليس لا ما كنلقى معاه مشكل كنلقى مشكله مع بحالي انا الانسان اللي خاصو يتعاون معاك كيبدا يمثل عليك كنمشي نبرك حدا شي دار نبغي نتكيف كسمع با قرا طا كيحلوا يطلعوا لك من الشرجم بحال جاي شي شفار اللي ماشي هنا جاي باغي نريح عيت باغي نتكيف هذا هو المشكل اللي كنلقاو خويا فينا حنا الاولين عاد نشوفوا الناس اللي كيتحكموا في المصير ديالنا احنا فينا مشاكل عامرين بامراض نفسيه عامرين بالمجتمع عامر بالنرجسيه عامر بحب الداس وما كيبغي وما كيعيش الواقع شوف الافارقه كل واحد كيجي من دوله كل واحد من دوله كل واحد من ديانه كل واحد من جنسيه كيجيو هنا وكيتجامعوا وكيتنظموا وكيمشيو وكيوصلوا للهدف ديالهم علاش حيت الناس كيبغيو الخير لبعضياتهم ماشي بحالنا احنا حنا شي ضد وهذا الشيء اللي غنقولك اخويا من التجربه ديالي القصيرة في المجتمع راه بان لي حنا اللي فينا المشكل حنا الاولين